بلدية الولاية. المزيد مع هشام أكلي. تعرف ولاية عين الدفلة بعد العجز في تزويد سكانها بالمياه الصالحة للشرب، ولتدارك هذا العجز دخلت اليوم حيز الخدمة قناة جر المياه انطلاقا من سد سيدي محمد بن طيبة التي تزود حوالي 300 ألف نسمة بالماء الصالح للشرب. وزير الموارد المائية حسين نسيب أشرف على هذه العملية، كما كانت له زيارة للمشروع الثاني لقناة جر المياه بولاد ملوك. تحويلان هذا الزوج رايحين يوضعوا ولاية عين دفلة من حيث المياه الصالحة للشرب في موقع امني، يعني دون اون اوبسيون دو سيكوريزاسيون، معناتها ماهوش تزويد للاجابه على بعض الاحتياجات، لكنه يوضعها في مخطط يؤمن هذه الولايه في المدى البعيد الى غايه 2030. كما استفادت الولايه من محطه الضخ بجديده للسقي المحيط الفلاحي بسهل الشلف العالي، وحصه اضافيه من المياه من سد كف الدير بتيبازا وسد برومي بولايه البوليده.